أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا احتاج المريض إلى التبرع بالدم، فهل يجوز لغيره أن يتبرع له في نهار رمضان؟ إذا بلغت الحالة الضرورة ويخشى عليه من الهلاك فيتبرع له، لأن هذا من إنقاذ الإنسان من الخطر ومن الهلاك. أما إذا كانت حالته مستقرة وإنما يراد الدم لتقويته أو لي فهذا لا، لا يفسد صيامه، لأن ما فيه ضرورة، لأن سحب الدم يفسد الصيام، فلا يجوز إلا عند الضرورة. نعم.